هيثم يقدم مباراة جيدة. هيثم عيد هذه فرصة فرصة لفائدة زكريا فرصة فرصة هدف التعادل والموقع لاعب زكريا فاتي يجد الحل مراوغة اختراق داخل المعترك. لاعب سابق لوسيكا لاعب خط وسط تجربة قصيرة مع المغرب تطوالي اليوم مع اليوسفية لعب كرسمي دعم كل الدعم من الطرف الأيسر كريم الراشي مع مساعد قرداء فضل تمرير الكرة عبر المبدع فاتي فاتي يا فاتي مبدع يا سادة مبدع يا سادة هذا الفتى واحد من كبار المبدعين موسيقار خط وسط اليوسفية. أمام حارس تجربة كبيرة يجر وراءه 15 سنة تجربة فاتي ينطلق فاتي ينطلق فاتي وقع هدف تعادل واحد واحد يتنفس حريزي صعب فريقة كبيرة في دوري المغرب كرة قدم كرة مشات عند فاتي فاتي ينطلق فاتي يراوغ ولولو كرة المقدمة فريق يوسف رشيد يوسف شدة تمريرة عند اللاعب زكريا فاتي زكريا كي مرار هذه فرصة فرصة تسديدة أرضية تدخل الدفاع توسط ترميد الفتح أحمد تمكن من التمرير تابع محاولة زكريا فاتي يمشي فاتي يتقدم فاتي فاتي عطاه في العمق كرة شميلة خطيرة 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 لمسة شميلة كانت فنية تمريرة فرصة 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 لوفوبو لفاتي زيادة العددية فاتي مشى فاتي راوغ فاتي والحكم يقول اوقفوا اللعب بطاقة سعيد قرادة تعود الآن زكريا فاتي فاتي الآن يبحث عن التوغل وتامر سيام يقع في الخطأ وضربة خطأ لفاتي سعيد قرادة على مستوى خط وسط الميدان زكريا فاتي